يلا نبتدي. نجيب المكنة. أكيد رح نستخدم الفود بروسيسر من بلاك أند ديكر، تغنينا عن كثير أشياء، شغلات كثير بتسويها صح، لأنه فيها تقدري تفرم البصل بدون ما تبكي، تقدري حلو تعملي سلايس للبصل، تقدري تعملي سلايس لأي خضرة، لجزر، لخيار، لأي خضرة بدك إياها تعملي لها سلايس، تقدري تبرشيها. نركبها بالمقلاة. يلا هلا بنحطها هي مشان نحن نطحن فيها وإلها لوك. حلو لازم يلا بحط لك أنا شوي بسكب لك ال إذا تسمحي. هلا ما بنضل هيك، افتحها شوي. كم تقريبا يعني ملعقة؟ على الكمية نص كيلو بروكلي بتحطي معلقة، يعني حوالي 4 فصوص ثوم. حلو